زمان كنت أعمل لو نصف اليوم الخميس الثاني والعشرين من أكتوبر 2020، المكان في نجران فندق ديسكريت. الجهة المنظمة مجلس شباب نجران بالتعاون مع مركز الجولة الشاملة للتدريب والاستشارات بدبي وبرعاية هيئة الترفيه. مشاركون وزارة الرياضة، الغرفة التجارية الصناعية بنجران، وجهات رياضية وثقافية واجتماعية. نجران تفتح أبواب الإبداع من أجل شباب فاعل ومتفاعل. معكم الدكتورة إيناس المداوي، سفيرة السلام وسفيرة النوال الحسن.